عباد الله سئل أحد الآباء ألي موجة يا وزازي أم باهم الله أمن بريكي ألي كونا لكن الله سبحانه وتعالى أكا وجاعلية وتتوالي وكاوا ني وتتويما نالله الله أكا وباريكي وتوتو فقيل له ما سر إصلاح أبنائك سرقان إليوكو كوفانا وتوتواكو وكاواني وتوتوما وتومي يفاذي القرآن ونسمى القرآن يحافظون على الصلوات ونفاذي صالة بارون بآبائهم وتنيوما وسزوان ما سر سرقان إليوكو هبا أسمى والله والله لا أترك الدعاء لهم والله سياتي كوا ومبيا دعاء وتوتو وانغ. سر عظيم يا كوا فنيا وتوتو كوا ني دعاء أليو وكاتي أنا ومبيا وصلح لي في ذريتي يا الله وصلحيش وتوتو عنكو هو نا. لا ومنا نبايا نمكروفي نمهوني هاسكي منينو لكن هجوي القلوب بين اصبعي من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء الله لي انا جوزا ميو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك الله لي انا جوزا نيوزوات نمتمي عليه الصلاه والسلام كما افوتوا ليزكتك حديثي نهاية يوتني مافونيشو وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أو إذا كم ونمتو أنا فاين ماتينو كاتكا رواية فيما يبدو للناس ماتينو يا واتو وماتوني موافو فاجر لكن مشوي الله كم حسن الخاتمة أكا توبية أكا وميمة يحافظ على الصلاة بيني ألي كمان فنان من ميمباجي رقاص خمار لكن تاب إلى الله ورجع ومات الله سبحانه وتعالى أكم حسن الخاتمة أيها المؤمنون حذار ثم حذار الدعاء على أولادك تهذاري كوا بيزا وتتواكو إكيا تبيهي ونايو يريك بشيء ikiwa tabia hii unayo hata katika wakati wa hashira hata katika wakati wa ghadhab laana mtoto huyu mwovu huyu kadhaa ondoa maneno haya huenda dua yako mbaya uliyomuombea mwanawe ikawa ni sababu ya mtoto wako kuharibika dua yako mbaya uliyomuombea wa ya mtoto wako halalghadab اوكي يومي كاسيريكا نيسابابو يام توتواكو كو ام هوني نيسابابو يام توتواكو كو جامبازي نيسابابو يام توتواكو كو بيغوريساسي كوما ليزا توما عليه الصلاه والسلام كما اخرج الامام مسلم في صحيحه قال لا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعه يسأل الله فيه عطاء فيستجيب لكم موسي وامبيه دو امبايا وتتوينو ماليانو يابيزه مليانو هوجوي ونوزد وياكو إكا وفقيانا وكاتي أمبو نساعة الإجابة الله أكايتكي دو عيلي نوكوانزا كجلوم نيوي والله كاتيكا خبري توليزا باتا ثقة. mzazi katika wazazi mara alikorofishana na mtoto wake akamwapiza mapizo ya ajabu akamwombea dua mbaya ajib ile mtoto akitoka nyumbani akitoka tu mlangoni gari hiyo dafrau ikamchukua khalas mat amekufa fi nafsi lwakti pale pale kataroho وَكُلَّهُمْ لَهُمُنَانِ وَيَمَنْيَا يُتَجِلَهُمُ لَكِنْ هَيْقُ سَيْدِي لَوَمَا وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مُستجابات ثلاث دعوات مُستجابات أو يُستجاب لهن لَا شَكَّ فِيهِن دُعَى زَوَتُ وَتَّاتُ زِنَيْتِكِ وَهَبَنَا شَكَ كوانزا دعوة المظلوم دعوة المظلوم يا عبد الله لا ترد هيا نبوري أكم ظلوم امتو حقياك أو ظلوم امتو ارضياك هشماياك وكم تكان بوري وكم سنجزية يوتني ظلمة دعوة ياك مستجاب لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم أسم ظلم أمتو نبوديون أو ننقوف أنباوة لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا ظلم من ما أو تجتيا فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عيناك ومن ظلمه ولالا لَمُسْتَرَيْهِ بُخَيْرٍ وَمَيْبُمْزِكَةٍ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ هلال يدعو عليك أقوى بيز وعين الله لم تَنَمِ دعوة المظلوم ودعوة المسافر ندعا يمسفير كتكاوات ونكويتك دعوة المسافر كما لو عليه الصلاة والسلام يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. مسافر دعواك مستجاب ثم قال عليه الصلاه والسلام ودعوه الوالد على ولده ندعى يمزاز انا بوموميا مناي اخرجه الامام الترمذي وحسنه الالباني. وإذا دعاك أو كيمو ميم توتو مستجاب أيها المؤمنون جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله يشكو إليه عقوق ولده ونبانا اليكوجه كما نتشو نم عبد الله بن المبارك رحمه الله أكيمشتاكيا نتطوانغو نموافو نتطوانغو هانيسكيلزي نتطوانغو هانيشيمو كما تنفولينا ميكاليو قريباً قبل ويك قال لكودا مزازي هابا مسكتيني قال لها ميك انا مناعي مناعي غونييفي مناعي غونييفي وين جواكم ما معروفين عبد الله المبارك اشتكيوى نعقوق الولد لولده فساله ابن المبارك ادعوت عليه ادعوت عليه يا وشواهي كوموا ومايا قال نعم أكما بيان ديو قال اذهب فقد أفسدته نانا وشا مهاريب من يوي أمي مهاريبو من ألي فهامو هذا العالم الجليل كورحمة يا الله تبارك وتعالى ألي وييكا كومزازي جو يا مناي يكوم بدعوة يكني مستجاب كويف لو amemuombea dua mbaya kama alivyofanya huenda ikawa dua ile ni sababu ya mtoto kuharibikiwa ndugu zangu katika iman tufanya wingi wa kuombea dua watoto wetu na vile vile mtoto usiache kumwombea dua msasi wako albiru la yabla waldhambu la yunsa waldayanu la yamut imal e ma shita kama tadinu tudan wema hauozi hauharibiki albiru la yabla na dhambi halisahauliki na mlipaji hafu allah fanya unavoweza utakavo ukikopeshwa na wewe utalipwa leo wewe ni mtoto ukimwombea dua mzazi wako na mzazi wako atakuombea dua kesho utakuwa ni mzazi na wewe pia kwa hivyo mtoto leo muombee dua mzazi wako kama vile ambavyo mzazi anatakiwa akuombee dua ikiwa wewe wajifanya hujii kuombea wazazi wako dua na wewe utatamani dua kwa wanawe utaikosa